عيونه. انت دخلتي هنا ازاي؟ مش مهم يا سلمى دخلتي هنا ازاي، مش مهم خالص، مهم تسمعي الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك. ان انا فضلت حبسهم في قلبي طول الفتره اللي فاتت دي. سليم مات يا سلمى. لا يا رب. سليم مات بسببك زي ما حازم مات بسببك. انت كنت سبب في موت اعز واقرب اتنين ليا. انت من ساعه ما دخلتي حياتي يا شيخه وانا بتعذب، في الاول لما خدتي مني حازم، ودلوقتي لما سليم مات بسببك. لا يا نهى، انا ما خدتش منك حد، وحازم عمره ما حبك. وشيلي بقى الاوهام اللي في دماغك دي. انت كدابه، حازم طول عمره كان بيحبني، وقت اللي خطفتي مني. نهى حبيبتي اهدي، شيلي السلاح اللي في ايدك ده، ما تضيعيش نفسك. انا حياتي كلها باظت بسببك. خايفه؟ اه خايفه. ما خفتيش ليه على سليم؟ ما خفتيش ليه وانت بتستغلي حب سليم ليكي؟ انا ما عملتش حاجه. انت خليتيه ينتحر بسببك يا سلمى. انت خربت لنا حياتنا. انا عمري ما عملت لك حاجه ولا خربت لك حياتك. انت اللي دايما شايفاني عدوتك، حاولت اعتبرك زي اختي، بس انت عمرك ما اديتي لي فرصه ولا هديكي فرصه يا سلمى.